عدة برامج أيضا خاصة في الإنتاج بالطاقات المتجددة، وهناك برنامج جد ثري يعني لولاية ورقلة يتعدى 800 ميجاوات في 4 مناطق، سوف يتم الانطلاق إن شاء الله في أجاله المحددة. راح ننطلق يعني بفضل كل هذه المشاريع من يعني استطاعة 723 أنفيا إلى 1800 أنفيا، هذا في أجال 2029 و2030.